شركات كتير بتعمل تلفزيونات حلوة، لكن أول ما هتقول كلمة تلفزيون هيجي في دماغك 3-4 شركات كده، وأكيد أكيد من ضمن الشركات دي هي LG. وأنا النهاردة مش جاي أتكلم معاك عن تلفزيون عادي كده من شاشات LG، لكن التلفزيون اللي هتكلم عنه معاك في الفيديو النهاردة يعتبر واحد من أقوى وأجمد شاشات LG اللي موجودة في السوق حاليا، وإحنا كده في بدايات سنة 2023. فتعالى نتكلم مع بعض شوية عن الوحش 77 بوصة من LG، وهو الـ C2 إيفو أولد. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو اديد. والحقيقه ال جي بتعمل فئات من التلفزيونات بتاعتها كده زي الموبايلات بالظبط، فعندك الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه، وعندك فئه الفلاج شيبس او الفئه العليا اللي من ضمنهم التلفزيون اللي هنتكلم عنه النهارده. والتلفزيون ده من فئه السي الاولد من ال جي، وده خليفه السي 1 اللي كان موجود السنه اللي فاتت، والحقيقه طوروا شويه حاجات والتلفزيون ده خطير فعليا. لكن كالعاده قبل ما نخش في التفاصيل بتاعه التلفزيون ده، تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش لغايه دلوقتي عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول ما بتنزل على طول. تعالى اول حاجه نتكلم عنها كده هو التصميم والخامات والشكل بتاع التلفزيون ده. والتلفزيون ده زي ما انت شايف كده هو تلفزيون عملاق بيجي بمقاس 77 بوصه، لكن مع الحجم الكبير جدا ده انت وزن التلفزيون ده اقل بكتير من التلفزيونات اللي في الفئه دي. يعني التلفزيون ده بالرغم ان شاشته 77 بوصه لكن وزنه 23 كيلو. طبعا ما هواش ريشه يعني هتشيله بايد واحده، لكن 23 كيلو ده دمبل عادي في الجيم، يعني لو انتوا اتنين شايلين التلفزيون قدام بعض هتحس جدا ان التلفزيون ده اخف من العادي بتاعه. وغير كده الشاشه كمان بتيجي رفيعه جدا في غالبيه المساحه بتاعه التلفزيون، في ما عدا يعني الجزء اللي بيخش فيه الوصلات والاسلاك والكلام ده، لكن غالبيه التلفزيون التخانه بتاعته 7 مللي بس. التخانه دي عايز اقول لك ان هي ارفع من الايفون 12 برو اللي معايا، والحقيقه دي كانت حاجه مبهره جدا اول ما شفت التلفزيون لفتت نظري. وتكمله على الكلام في الخامات والتصميم، فانت عندك الظهر بتاع التلفزيون ده بيجي من الكربون فايبر، ودي خامه يعني نظيفه جدا وغاليه جدا وخفيفه جدا وقويه جدا. لو انت عارف الكربون فايبر اللي بيستخدم في العربيات وفي بعض الحاجات التانيه، فدي خامه يعني بريميوم قوي بصراحه ان هم يحطوها في ظهر التلفزيون، وموجوده في التلفزيون ده كمان. وطالما بنتكلم عن الجزء اللي في ظهر التلفزيون، فعندك السماعات بتاعه التلفزيون موجوده في الجزء اللي ورا ده من فوق كده، واخده عرض التلفزيون كله. والسماعات دي بتيجي بقدره 40 واط، هما ستيريو ليفت ورايت، لكن بالذكاء الاصطناعي اللي موجود في التلفزيون ده يقدر يوصل لك تجربه الصوت كانه حاجه سراوند يعني 7.1.2، وفجاه يعني هتحس ان الصوت طالع يعني من سيستم بيحيطك من كل حته، وده طبعا بفضل الذكاء الاصطناعي والبروسيسور اللي موجود في التلفزيون ده. وعندك التلفزيون بيجي يقف على الترابيزه بالستاند السيلفر الشيك جدا ده، وبالمناسبه الستاند ده شكله بيختلف على حسب مقاس الشاشه من نفس الموديل، لكن في الموديلات الكبيره اللي زي 77 اللي معانا ده بتيجي القعده بتاعه التلفزيون بالشكل سيلفر شيك اللي مكتوب عليه كده LG OLED من الجنب، وحاجه بريميوم قوي. بعد كده لو بصيت بقى على الوصلات والبورتس والفتحات اللي موجوده في التلفزيون ده، دي حاجه من اقوى واحلى الحاجات بصراحه اللي شفتها في شاشات التلفزيون، وده لان فتح كلام كده بيجي عندك اربع فتحات HDMI كلهم 2.1 بيدعموا ال 4K لغايه 120 فريم في الثانيه. لو انت عايز بقى تلعب جيمز يعني ولا تتفرج على حاجه بقى الريفرش ريت بتاعها عالي جدا زي ما هنتكلم يعني قدام في حته الجيمنج، فالشاشه دي بتقدم يعني تجربه خرافيه جدا. والاربع فتحات ال HDMI 2.1 الاربعه، انت متخيل يعني حاجه جامده ازاي؟ طبعا لسه مش اجهزه كتير بتدعم موضوع ال 2.1 وال 4K 120 فريم في الثانيه وكده، لكن يعني تاكد دي حاجه هتفضل بقى قاعده معاك كذا سنه لقدام، والموضوع يعني تقدر تعتمد عليه لسنين كتير لما الاجهزه دي تكتر في السوق. وبكمله الكلام على الهاردوير بقى، فالتلفزيون بيجي مع الماجيك ريموت اللي هو يعني ماجيك بقى وسحري وكده. الحقيقه هو مش عاجبني قوي زي ما هنتكلم في العيوب في الاخر، لكن هو بيقدم لك شويه فيتشرز كول برضو، زي مثلا ان انت وانت بتتحكم في التلفزيون انت ممكن تحرك بس الريموت وتلاقي فجاه طلع لك ماوس كده قدامك بتستخدمه كانك بتشاور بقى على اللي انت عايزه في الشاشه، ودي يعني طريقه لطيفه ممكن تستخدم بيها الريموت لو مش عايز الماوس ده، بمجرد لو دوست على اي زرار من الزراير هترجع تتعامل بالزراير زي الريموت الطبيعي. ولو مش عايز لا كده ولا كده، انت تقدر عن طريق تطبيق في الموبايل الثينك كيو اب بتاع سامسونج تتحكم في التلفزيون بتاعك طول ما التلفزيون والموبايل على نفس شبكه الواي فاي، وتستخدم الموبايل بتاعك كانه ريموت اساسي. طيب لفينا في الهاردوير كده وعرفنا قد ايه يعني الخامات لطيفه والديزاين كويس، عايز احكي لك بقى شويه عن الفيتشرز او المميزات اللي بتخلي فعلا التلفزيون ده في حته تانية يعني في وسط التلفزيونات اللي انت ممكن تشوفها في السوق. الريزولوشن بتاعت الشاشه دي بتيجي بدقه 4K، و4K بقى يعني غير ال4K العادي كده، لان 4K شارب جدا وحده الصوره والالوان فايبرنت جدا، وفعلا لما تتفرج على الشاشه دي هتحس ان انت يعني ما اتفرجتش على شاشات كتير قوي بالحلاوه دي، بالرغم ان هي 4K
4K زي شاشات تانية 4K ممكن تكون شفتها. خلي بالك انا منحاس شوية وباين عليا كده وانا بتكلم، لان فعلا لما جربته انا حسيت بفرق عن التلفزيونات التانية. طبعا التلفزيون بيدعم الدولبي فيجن والدولبي اتموس علشان يعني التجربة المحيطية كصوت وصورة، ولو المحتوى اللي انت بتتفرج عليه مش 4K الجهاز ده برضو بيقدر عن طريق الذكاء الاصطناعي يعمل اب سكيل للصورة ويوصلها ل 4K من غير ما تفقد قوي من الكواليتي بتاعتها. وجزء كبير من حلاوة الصورة اللي انا قاعد بتكلم عليها معاك كده هو بسبب ان الشاشة دي OLED، وOLED ده معناه ان الاسود اسود جدا وبيكسلات مطفية تماما، فانت الكونترست يعني او التباين ما بين الالوان فظيع بصراحة. انت الاسود اسود خالص والابيض منور كويس جدا وكل بيكسل بينور ويطفي لوحده. مفيش بقى المشاكل اللي ممكن تقابلها في الشاشات الـ LED العادية، ان انت تلاقي الاسود يعني شكله جراي شوية او رمادي كده او اسود بس منور كده على خفيف، لا الاسود هنا عندك ضلمة كحل. ومن احدى مميزات الشاشات الاولد برضو ان الفيوينج انجل او الزاوية بتاعة الرؤية كويسة تقريبا في كل الاتجاهات، فانت مش محتاج ان انت تكون واقف قدام الشاشة بالظبط عشان تشوف كويس ويمين وشمال مش قد كده، لا في الحالة دي ان انت لو رحت على شمال الشاشة خالص او يمين الشاشة خالص او في النص تقريبا الصورة بالظبط هتكون هي هي وما عندكش اي مشكلة في الالوان ولا تحس ان في اي لون بهتان. وحلاوة الصورة دي بجانب ان هي بسبب ان الشاشة OLED والبانل متطورة جدا، لكن برضو البروسيسور اللي موجود في الشاشة دي او المعالج متطور يعني بدرجة كبيرة، بيجي بموديل الفا 9 الجيل الخامس، وده بيعتمد على الذكاء الاصطناعي في كذا حاجة يعني، لدرجة ان انت لو بتفرج على فيلم بالذكاء الاصطناعي هو بيقدر يعرف ايه الخلفية وايه الفور جراوند، ولو في اشخاص قريبين ينورهم لك شوية على حساب الخلفية اللي في الفيلم، كل ده يعني كده وانت بتتفرج فاهم. وطبعا ده بجانب الخصائص والمميزات الطبيعية جدا في اي سمارت تي في، انت عندك كل التطبيقات بقى زي ما انت عايز تتفرج على يوتيوب تتفرج على اي حاجة، انت عندك الواجهة بتاعت التلفزيون كده بتفتح الهوم وتقلب فيها زي ما انت عايز وهتلاقي كل التطبيقات اللي انت عايزها موجودة قدامك، والموضوع الحقيقة سهل وسلس وما بيقطعش، والدنيا كانت لطيفة برضو في التعامل. وبكمالة الكلام على الحاجات السمارت، فانت عندك برضو التلفزيون ده بيدعم الاوامر الصوتية، لو انت عندك مثلا أليكسا او جوجل اسيستنت في البيت انت تقدر تتكلم مع الحاجات دي عن طريق الريموت او عن طريق التلفزيون على طول وتقول الاوامر اللي انت عايزها، وكل الحاجات بقى بتاعت البيت الذكي اللي عندك هتشتغل عادي جدا بمجرد ان انت تكلم التلفزيون. بعد بقى ما شفنا الالوان المبهرة وجمال الصورة والافلام الاكشن اللي اتفرجنا عليها والدنيا الجميلة قوي دي، تعال بقى نتكلم في حاجة مهمة جدا في التلفزيون ده ويعتبر من اكتر الحاجات اللي انا حسيت بالفرق فيها فعلا، وهو الجزء بتاع الجيمنج او الالعاب. انا اول ما وصلت البلاي ستيشن 5 على الجهاز ده بصراحة انا حسيت ان انا يعني ما لعبتش بلاي ستيشن قبل كده، بالرغم ان التلفزيون اللي قبله اللي كنت بستخدمه بصراحة التلفزيون يعني مازال كويس جدا وعظيم جدا، لكن هنا برضو الموضوع مختلف بصراحة. التلفزيون ده بيدعم خاصية الجي سينك والفري سينك عشان الالعاب يعني تبقى كويسة وسهلة وسلسة والدنيا يعني بيحسن لك الاداء على قد ما يقدر، لكن الحقيقة ال4K عند 120 فريم في الثانية وانت بتلعب يعني والالوان مبهرة جدا ورهيبة جدا من شاشة OLED زي دي، الموضوع بصراحة يعني خطير جدا. مع ريسبونس تايم 1 ملي سكند انت فعلا اللي بتعمله في الدراع بتاع البلاي ستيشن في ثانيتها في ثانيتها يعني بيظهر على الشاشة قدامك، والموضوع ده يعني المفروض ان انت ما تحسش بفرق كبير ما بينه وبين التلفزيونات التانية، لكن بصراحة انا حسيت لما جربت الالعاب. فمثلا لعبة زي سبايدر مان اللي انت شايفها قدامك دي دلوقتي التجربة مختلفة كده، والحركة والالوان والنعومة والفريم ريت والكلام ده كله جامد جدا. وعلى فكرة انت لو عايز تعرف كمان الفريم ريت بتاع اللعبة وانت بتلعب في نفس الوقت، انت بس لو دوست على زرار السيتنج اللي في الريموت بتاعك هيظهر لك على طول كده زي شاشة صغيرة من تحت في اللعبة بتقول لك بالظبط انت دلوقتي على كام فريم ريت، وتقدر تعدل شوية في الاعدادات والكلام ده. فزي ما انت شايف يعني سبايدر مان بتتلعب بمنتهى السهولة والجمال. وفي مجموعة تانية من الالعاب اللي جربتها زي مثلا راتشيت اند كلانك، ودي من الالعاب اللي ما تعتبرش تقيلة شوية وبرضه طبعا الدنيا كانت ظريفة جدا في اللعب، لكن لو دخلنا على العاب اتقل شوية مثلا زي نيد فور سبيد على سبيل المثال برضه هتلاقي الدنيا لطيفة جدا والصورة شكلها حلو والالوان من اكتر الحاجات بصراحة اللي فارقة جدا في تجربة اللعب. وطبعا واحدة من الالعاب اللي لما جربتها على الشاشة دي حسيت بمتعة رهيبة جدا Call of Duty Modern Warfare 2 اللي هي الاحدث يعني لغاية دلوقتي، بصراحة يا بغض النظر ان انا عمال اتقتل في اللعبة يعني، لكن انا منبهر جدا وانا بتقتل يعني انا بتقتل وانا سعيد. فزي ما انت شايف الفريم ريت عالي واللعبة سلسة جدا، والريفلكس بتاع بقى الضرب والجري والكلام ده كله بيتم بمنتهى المتعة والجمال بصراحة. وموضوع الجيمنج بصفة عامة يعني انت لو بتحب الجيمنج التلفزيون ده بصراحة هيبسطك جدا في حاجة زي كده. خلصنا بقى كل الكلام الحلو يعني وعمال اقول لك كل المميزات وقد ايه انا منبهر بالتلفزيون ده، لكن الحقيقة في شوية عيوب برضو. اول عيب ان زيه زي كل الشاشات الاولد
مش نقطة القوة بتاعته هو البرايتنس. يعني التلفزيون ده ما حسيتش ان هو يعني دم او محتاج ان انا ازود البرايتنس اكتر شوية، لكن الحقيقة انت لما بتوصله لمية في المية وفي شبابيك في الأوضة وكده هتحس ان يدوب. يعني انت طبعا لو جيت تعلي عن كده مفيش، انت في 100% خلاص، لكن يعني هو ما هواش اكتر حاجة برايت في وسط التلفزيونات اللي في الدنيا. يعني تاني حاجة الشاشة جلاسي حبة بصراحة، فانت لو في شبابيك قدام التلفزيون الناحية التانية او اضاءات او لمبات او كده الموضوع هيكون باين شوية في الشاشة، ودي حاجة ما هياش احسن حاجة لان الكوتينج بتاع الشاشة ما هواش حاجة مات او كده، لا الموضوع جلاسي ومراية يعني ولميع، ودي حاجة انا حسيت بيها. تالت مشكلة ودي مشكلة برضو في الشاشات الاولاد عموما، حاجة اسمها الاولاد بيرنينج. لو انت سايب حاجة مثلا شغالة مدة كبيرة جدا جدا وفي لوجو مثلا بتاع القناة موجود ما بيتغيرش مكانه، ممكن ده يسبب ان هو يحرق جزء في البانل بتاعت التلفزيون وتفضل ظاهر عندك كده حتى لو انت غيرت القناة فيما بعد. لكن الامانة برضو البروسيسور والمعالج والامكانيات اللي في التلفزيون بتحاول تقلل المشكلة دي بقدر الامكان، ونجحت فعلا في حاجة زي كده فما تقلقش منها، لكن برضو خليك عارف ان دي مشكلة في الشاشات الاولاد عموما. مشكلة تانية زي ما قلت لك هو في الريموت ده، الريموت ده كبير جدا وانا بالنسبة لي هو مش ذكي قوي، موضوع حتى الماوس اللي بتحركه ده ما هوش يعني اكتر حاجة لطيفة في الاستخدام. بعدين ايه المنظر ده معلم؟ بص الريموت تحس ان هو يعني من اواخر التسعينات، ريموت كده كبير وزراير كتير وبتاع وبيشتغل ببطاريات عادية يعني. وانت لو متابع الفيديوهات القصيرة اللي انا بعملها مؤخرا، تلفزيونات زي سامسونج مثلا دلوقتي الريموت بيتشحن بي اس بي سي وريموت رفيع كده ولطيف والدنيا يعني متطورة قوي، خلاص بقى مش عايزين الريموتات الضخمة قوي اللي فيها زراير كتير وزحمة دي. واخيرا ودي حاجة تقدر تصنفها عيب برضو، ودي اخر حاجة هتكلم عنها في التلفزيون ده، هو سعر التلفزيون، لان التلفزيون ده يعتبر غالي جدا برضو بالنسبة للتلفزيونات اللي في السوق، واي تلفزيون اولاد عادة هتلاقيه غالي شوية. لكن الامانة السعر بيختلف جدا على حسب الحجم بتاع الشاشة، يعني هي شاشة بنفس الامكانيات لكن انت عندك الشاشة دي بتيجي من اول 42 بوصة لغاية 82 بوصة، والفرق في الاسعار بيكون مهول جدا جدا على حسب الحجم بتاع الشاشة، او لغاية 83 بوصة مش 82 بوصة، لكن في الاخر عندك مقاسات كتير جدا والفرق في السعر بيتراوح بشكل كبير جدا من الصغير للكبير. لكن التلفزيون ال 77 بوصة اللي معانا النهاردة ده سعره الرسمي في امريكا حوالي 3300 دولار، بيكون عليه اوفرز يعني في اوقات كتير ممكن تجيبه اقل من كده، لكن في الاخر هو سعر غالي. يعني انت بتتكلم في حوالي 95000 جنيه طبعا وقت تصوير الفيديو ده، انت غالبا يعني وانت بتتفرج غالبا هيكون اكتر من كده، لكن في الاخر هو تلفزيون ما هوش رخيص يعني، لكن بصراحة تجربة فرجة والعاب مختلفة عن اي تلفزيون تاني انا جربته. وبس كده، دي كانت كل حاجة حبيت ان اتكلم معاك فيها عن السي 2 الايفو الاولاد تي في ال 77 بوصة من LG، الحقيقة تلفزيون عظيم جدا. لو عجبك الفيديو ده تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش كمان تباني على انستجرام وتيك توك فيديوهات قصيرة لطيفة، هتلاقي الروابط كلها موجودة في الوصف تحت. ولو عندك اي سؤال في اي حاجة او اي افكار لفيديوهات حابب ان انت تشوفها في فيديوهات جاية اكتبها لي في الكومنتس وانا هقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجاية. سلام. We'll be right back.